هذا وقد أكد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران المدني محمد الكعبي عدم وجود قيود حاليا على الطيران بسبب فيروس كورونا. وبين الكعبي أن الطيران المدني يراقب تطورات الفيروس ويتم التنسيق مع الجهات الدولية المعنية في هذا الخصوص. أضاف الكعبي أن هناك تنسيقا بين شركة مطار البحرين ووزارة الصحة بخصوص المسح الضوئي للمسافرين القادمين بالمطار. وكانت شركة مطار البحرين أعلنت أنها بالتعاون مع وزارة الصحة بدأت إجراءات احترازية بفحص كل المسافرين القادمين إلى المملكة في مطار البحرين الدولي للكشف عن الفيروس التاجي كورونا والمستجد في الصين.